عندما كان متواجدا وجد الفن أيضا. رابط الفن بالثورة مليء بالكثير من الذكريات. البداية كانت من أمام جامعة صنعاء حين علت الهتافات والشعارات لتسبق حتى جموع الثوار من انضموا لاحقا لساحات التغيير في محافظات الجمهورية بالآلاف ثم الملايين. لم تكن ثورة 11 من فبراير لتنجح بإسقاط علي صالح على الأقل من كرسي السلطة لولا حشدها للشعب عبر مختلف شعارات الثوار وهتافاتهم وحتى أغانيهم. الشعب اليمني في ذلك الوقت تخلى عن جميع أسلحته ليكون الصوت بديلهم. وحين يكون الصوت سلاحا يخلق من الفن ثورة والعكس أيضا. واقع جديد كان يعاش على الأرض وفي الساحات، فكان لابد من إنتاج جديد يعبر عنها ويكسر كل شيء حتى تلك الأغاني الوطنية قبل الثورة الدائرة في فلك تمجيد القائد الفرد. والله ورب العرش ما نخضع للطاغي الفاسد وأعوانه، لو السماء من فوقنا تولع والكون يتزلزل ببركانه. تعايشت الثورة مع الفن ليسجل الفن تاريخ ثورة. فمثلا عند خروج ثوار فبراير لمسيرة أو مظاهرة ما كانوا يبدأونها بالعودة لأغاني صوت الثورة أيوب طارش. وعند التعب كانوا يروحون عن أنفسهم بتأليف وترديد بعض الأغاني أيضا. وحتى عندما يستقبلهم الطرف الآخر بالعنف كانت أصوات هتافاتهم تعلو على صوت الرصاص، فكلما أراق صالح دماء أكثر رد عليه الثوار بكلماتهم أيضا. افعل ما شئت فإن الدهر له يوما، واصنع ما شئت فإن الحدث على دوران. أما في الساحة حيث يتجمع ملايين الثوار، فبالإضافة للهتافات والأغاني الوطنية الحماسية فنون أخرى كانت تنمو هناك، الرسم إحداها. ككل شيء فيها ألوان العلم الجمهوري كانت هي الحاضرة، والحرية هي الموشومة فقط. رسم الكبار والصغار حتى مستقبلهم في تلك الساحات التي أرادوا أن يقولوا فيها لأحلامهم كوني فتكون، لكن أحلامهم سقط عنها حرف واحد فقط عندما تحولت الريشة من أيديهم لأيدي أولئك السياسيين في المبادرة الخليجية. تحولت الأحلام إلى آلام يدفع ثمنها الثوار إلى اليوم. نصبت للثورة مشنقة كبيرة لتموت فيها، لكن الثورة لا تموت، هي تولد من رحم الموت فتبعث له حياة أخرى. لمئات السنين تفرقت الشعوب العربية ليجمعها الربيع العربي، وهذا الشعار المشترك.